غرفة 11 برعاية جبنه وادي فاطمة، إحدى منتجات شركة خلفاء مجلي أحمد بامجلي المتحدة. مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة، ورحب فيكم أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة، ومن الإعداد الزميل عبد الله المحضار. بداية طبعا راح يكون عندنا اليوم جملة كبيرة أو كثير من الأخبار الخاصة سواء المحلية أو القارية أو حتى الأوروبية، رح نتكلم على إحصائيات الدوري السعودي خاصة بعد مباراة التتويج وختام الدوري بعد نهاية الجولة 26 آخر جولات دوري عبد اللطيف جميل. أنا حاب أني أقول بعض الإحصائيات اللي يمكن الكثير ما يعرف وش إيجابياتها وش سلبياتها على مستوى الأندية اللي شاركت في دوري عبد اللطيف جميل، أو حتى على مستوى اللاعبين والنجوم والهدافين، وش المميزات اللي صارت، وإذا مثلا عند لنا رقم نشوف الرقم هذا ايش يعطينا انطباع عن اللاعب، وش الايجابيه فيه وش السلبيه في نفس هذا اللاعب. طبعا كل الاحصائيات هذه مقدمه من موقع احصائيات الدوري السعودي. نبداها بالانديه في بعض الارقام اللي عندنا، مثل الشباب اكثر الفرق تعرض لاعبيها لايقاف من لجنة الانضباط، هذا يمكن رقم ما حد يدري عنه. في بعض الأندية يقول لك احنا دائم نستقصد من لجنة الانضباط، لا الآن طلع انه نادي الشباب اكثر الفرق تعرض لاعبيها لايقاف من لجنة الانضباط. ايضا دائما نسمع عن الأندية تعاقدها مع اللاعبين الأجانب، وش اللي يصير من اللاعبين المستفيدة منهم الأندية على مستوى اللاعبين المحترف الأجنبي. أيضا موقع احصائيات الدوري السعودي يقول أنه نادي التعاون أكثر الفرق استفادة من مشاركة اللاعب الأجنبي، يعني اللاعب الأجنبي دائم يكون له بصمة في المباريات، أكثر شيء هو نادي التعاون مستفيد بنسبة 88.25% من اللاعب الأجنبي كأكثر أندية دوري عبد اللطيف جميل استفادة من اللاعبي الأجانب. النصر البطل الدوري، أكثر فريق فاز في الشوط الأول وانتهت المباراة بفوزه، يعني النصر أقل الأندية اللي ممكن تنقلب عليه نتيجة المباراة، إذا كان متقدم في الشوط الأول يستمر في الفوز ما تنقلب ضد المباراة. أكثر فريق فاز في الشوط الأول وانتهت المباراة بالتعادل هو الاتحاد، واقع 5 مباريات يعني ممكن يتقدم ويصير في تعادل. الفتح هو أكثر فريق فاز في الشوط الأول وانتهت المباراة بخسارته، يعني الفتح أكثر الفرق انقلبت عليه نتيجة في الشوط الثاني. هذه من الأرقام الجميلة والفرقات اللي حابين نطرحها عليكم في برنامج غرفة 11. في ايضا ارقام تقول انه ايضا نادي النصر بطل دوري عبد اللطيف جميل، اكثر فرق استطاع قلب النتيجه من خساره الى فوز. عندنا الاتحاد اكثر الفرق اشراكا للاعبين، اشرك 33 لاعب في كل المباريات، يعني خلينا نقول يعني اكثر من 96 الى 97% من اللاعبين المسجلين في كشوفات نادي الاتحاد كلهم شاركوا. الأهلي أكثر الفرق في عدد اللاعبين تسجيلا للأهداف، 17 لاعب، يعني حتى لو كانت هدف 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 لكل لاعب 17 هدف، يعني نسبة كبيرة من عدد اللاعبين كان لهم تسجيل في الدوري.
يعني في حتى أرقام خاصة بالفريق الهابط، يعني خلينا نتكلم على النهضة، لأنه لو بنتكلم على أكثر الفرق تسجيل للأهداف في الربع ساعة الأولى أو في الربع ساعة الثانية، وهذا طبعا راح نتكلم على الأندية وخلينا نقول الثلاث مراكز الأولى، لكن دائما في الهبوط في هنا رقم يقول لك أنه أكثر الفرق استقبال للأهداف في الربع ساعة الثانية، يعني خلينا نقول من 16 إلى نهاية المباراة، يعني بس يمكن أكثر فريق صمودا في أول ربع ساعة في المباراة هو النهضة، بعد الربع ساعة هذه ممكن يقبل أهداف إلى الوقت الضايع من المباراة يستمر في استقبال الأهداف. خلينا نروح للهدافين. الهدافين في بعض الأرقام الخاصة بالهدافين، مثلا يعني نأخذ الهداف ناصر الشمراني، ناصر الشمراني سجل 21 هدف، 7 أهداف منها بالرأس، لأن هذا السجل تهديفي طيب، تكلم على الرأس تحديدا، سجل من 21 هدف 14 هدف في الشوط الثاني و7 أهداف في الشوط الأول. نشوف عندنا مختار فلاتة، مختار فلاتة سجل أيضا 12 هدف في الشوط الثاني من 20 وفي الشوط الأول سجل 7. ونشوف صاحب الترتيب الثالث في الهدافين اللي هو السهلاوي، سجل في الشوط الثاني 12 هدف وفي الشوط الأول 5. يعني دائم يعني نأخذها بالترتيب، ناصر الشمراني اللي هم اللي سجلوا في الشوط الثاني، ناصر الشمراني سجل 14 هدف في الشوط الثاني، ومختار 12 هدف في الشوط الثاني، والسهلاوي 12 هدف في الشوط الثاني. يعني ما يشتغلون الهدافين في الشوط الثاني، الشوط الأول عندهم حالة جس نبض يعني تاخذ 45 دقيقة كاملة، لكن في الشوط الثاني هي نسبة الأهداف العالية. ناخذ مختار فلاتة ومحمد السهلاوي، عندهم يعني ما دنا اعتبرها يعني ما هي ميزة، اعتبرها عيب، اللي هو المختار سجل من 20 14 هدف بالرجل اليمنى، محمد السهلاوي سجل 11 هدف أيضا بالرجل اليمنى من 17، يعني نسبة التهديف عندهم باليمين كبيرة جدا، في حال أنهم ما سجلوا باليسار إلا 3 أهداف فقط، يعني نسبة ضئيلة، معناته أنه الرجل اليسار عند مختار فلاتة ومحمد السهلاوي ما بقول ميتة، معطلة، الرجل اليمين عندهم شغالة صح ما شاء الله تبارك الله. في ناخذ على مستوى صناعة الأهداف، يعني كلهم قريبين من بعض، أول ثلاثة مراكز، يعني ناصر الشمراني صنع 4 أهداف، مختار فلاتة صنع 4 أهداف، محمد السهلاوي صنع 3 أهداف حولهم، يعني وحسب المراكز الترتيب الثالث منطقي. ناخذ لكن خلينا نشوف حسن الطير، حسن الطير يعني من اللاعبين اللي كان عليه الضوء بشكل كبير من الأندية الكبيرة في دوري عبد اللطيف جميل، وسمعنا كان في محاولات من النادي الأهلي لجلب اللاعب. حسن الطير بصراحة كلاعب أجنبي النسبة عنده جيدة، سجل 10 أهداف في الدوري وصنع 10، يعني شوفوا الفرق بينه وبين الثلاثة مراكز الأولى في الهدافين من حيث الصناعة، الهدافين ما صنعوا أكثر من 4 أهداف إلى 3 أو من 3 إلى 4 أهداف، لا عندنا حسن الطير هذا رقم جيد، يعني سجل 10 أهداف وصنع 10 أهداف. نشوف مقابلها دوريس سالومو، هذا اللاعب كان لها يمكن في دوري زين آخر موسم، الموسم الماضي اللي فاز فيه الفتح كان لها أرقام أفضل، بس الآن نشوف أنه سجل 11 هدف لكن ما صنع إلا هدف واحد، يعني عنده نسبة تسجيل كويسة لكن صناعة أهداف معدومة. داعش برعاية جوبنت وادي فاطمة، إحدى منتجات شركة خلفاء مجلي أحمد بنجلي المتحدة. غرفة 11 برعاية جوبنت وادي فاطمة، إحدى منتجات شركة خلفاء مجلي أحمد بنجلي المتحدة. مستمرين معكم في برنامج غرفة 11. تقدم سامي الجابر المدير الفني لفريق الهلال للمركز 30 عالميا والأول عربيا ومحليا بمجموع نقاط 7351 بعد 37 مباراة
رسمية. يأتي هذا ضمن التصنيف الأسبوعي الذي يصدر الموقع العالمي كوتش وورد رانكينج. الجدير بالذكر أن الجابر تقدم 10 مراكز عن التصنيف الماضي، حيث كان في المركز 40 ليصبح في المركز 30، كما تفوق على الأورغواياني دانييل كارينيو مدرب فريق النصر بطل دوري عبد اللطيف جميل الذي تأخر في هذا التصنيف واحتل هذا الأسبوع المركز 39 برصيد 6922 نقطة بعد أن كان في المركز 32 عالميا. كما تفوق الجابر الذي حقق المركز الثاني في دوري عبد اللطيف جميل على عدة مدربين عالميين، يأتي على رأسهم مدرب فريق زينت الروسي البرتغالي بواش، فيما وصل المدرب الأرجنتيني لنادي برشلونة الإسباني مارتينو صدارة الترتيب. اتهم عبد العزيز الدوسري رئيس نادي الاتفاق السعودي الهابط الى دوري الدرجه الاولى نظراء في الشباب والاتحاد بالتآمر لاسقاط فريقه الى الدرجه الثانيه او خلينا نقول الدرجه الدنيا اللي هي الدرجه الاولى، وذلك بعد دخول الناديين بالصف الثاني امام العروبه ونجران المنافسين المباشرين للاتفاق على الهروب من الهبوط قبل نهايه اليوم 26 للدوري السعودي لكرة القدم والأسبوع 26. وقال الدوسري في تصريحات صحفية: هبوطنا إلى ركاء كان غير شرعي، وهناك مؤامرة من الشباب والاتحاد على الاتفاق، فليس من المعقول أن يفوز الأخير على بطل الدوري القطري ب3 أهداف ويسقط أمام نجران ب2، والأول يقدم أفضل المستويات في آسيا وتعادل مع بطل الدوري لكنه يخسر أمام العروبة ب3 أهداف في اللحظات الحاسمة للدوري. واستدرج الدوسري حديثه: لو كان في موقف يحتاجون الفوز للنتاج أو للنجاة عفوا لما لعبوا بالصف الثاني، والموضوع لا يتعلق بهبوط الاتفاق لأنها مجرد أشهر بسيطة قبل أن يعود من جديد. أنا أريد المحافظة على الأمانة والمصداقية والحفاظ على سمعة الرياضة السعودية. ما أدري، بس أحس أن عبد العزيز الدوسري لا زال يكابر. مش معقول يعني الأندية مثل عروبة أو خلينا نقول الاتحاد والشباب وكل الأندية تتآمر على الاتفاق، يعني ما أدري وش صاير في الاتفاق أو وش سوى الاتفاق أو القائمين على الاتفاق أو إدارة الاتفاق عشان يتآمرون عليها كل أو عليه كل أندية الدوري عبد اللطيف جميل. يعني إلى الآن يكابر عبد العزيز الدوسري بعد المشاكل اللي صارت، وكنا دائما نقول وننصح لكن لا حياة لمن تنادي. عموما نروح الموضوع كثير من وسائل الإعلام تكلمت عليه، اللي هو موضوع اللاعب لاعب الرائد الجبرين، أنه هل اتفق مع نادي الهلال أو لم يتفق مع نادي الهلال. البعض ينشر بعض الأخبار في تويتر ويتم حذفها، نشوف أن بعض يقول لك أنها فيها مقايضة وفيها أيضا بعض المبالغ المالية 10 مليون، يعني يمكن يكون هذا المبلغ مقارب، لكن هل فعلا في مفاوضات؟ هل في شيء صار حتى لو تم تأجيل؟ هذا الود نعرفه. طبعا يسعدني ينضم لي الآن رئيس مجلس إدارة نادي الرائد الأستاذ عبد العزيز المسلم. أبو طارق حيك الله معنا عبر برنامج. الله يحييك. الله يحييك يا غالي. سعداء بتواجدك معنا. الله يحييك وضيوفك. الله يسلمك. أبو طارق، هل فعلا في حديث أو جلستوا على طاولة النقاش أنتم والأخوان في مجلس إدارة نادي الرائد وبين أخوانكم في نادي الهلال فيما يخص الجبرين؟ لا والله ما في شيء، يعني احنا البارح معركة، انت من البارح شفت المباريات اللي حصلت وكذا، فكنا كيف نكون جالسين واحنا البارح ما كانت مباريات مصيرية وصعبة. لا يوجد اي مفاوضات ولا يوجد شيء حتى لو كانت شفهية. يعني طبعا شفهية من الفترة الشتوية وحنا فيه كلام وفي كذا، لكن ما في شيء جدي يعني. طيب أبو طارق بصراحة، وأنت تعودنا منك المصداقية في مثل هذه المواضيع، من الفترة الشتوية وأنت صادق تقول إن كان في بعض النقاشات بينكم وبين الهلالية حتى لو كانت على مستوى الاتصالات، انقطعت هذا الموضوع وأغلقت الفترة الشتوية والهلال جاب لاعب محور اللي هو اللاعب كريري. الآن هل فتحت الاتصالات الشفهية مرة ثانية بينكم وبين الهلال؟ في اليومين الماضيين يعني في كلام، لكن ما في شيء، يعني ما تم شيء، يعني تذكر ما في اتفاق الى الان، ما بعد اتفقنا على حاجه حتى يكون فيه. يعني ما وصلتوا لمرحله معينه مثلا؟ لا ما اتفقنا على شيء الى الان.
إلى الآن. طيب في بعض المصادر أو بعض الأخبار اللي تطلع عنك أنت شخصيا أستاذ عبد العزيز تقول أنه أنت كنت معترض على اللاعب أو أنك أنت ملتزم الصمت، أعضاء شرف الرائد يقولون لا أنت رجل مكلف فما هم من المفترض أنك تبيع اللاعبين بهذه الطريقة التي لا تخدم الفريق، هل هذا صحيح؟ ما حصل شيء، أنا بعد ما حتى المواضيع دي ما روجعت مع رأي، أنا تعشبت شوي عند رئيس أعضاء الشرف ما كلمني بالنسبة للموضوع، بعد أنا سواء مكلف ولا أنا موجود بالنادي ومتحمل المسؤولية، ومن حقي لو جاء عرض وفي مصلحة للنادي أوقع. أنا أتشاور مع الناس اللي وقفوا مع النادي، ما يمنع أني أخذ رأيهم اللي وقفوا خلال فترة تكليفي، وإذا في قرار واتخذته أنا اتخذت قرارات كثيرة بالنادي، فمن ضمنها إذا لو فيه مصلح النادي الرائد أبوقع وبتحمل المسؤولية. أنت أبو طارق من الناس اللي دائما تتحمل المسؤولية وتكون في الواجهة، والله يعطيك العافية. سؤال، هل تتوقع أنه في شخصية رائدية أخرى تقوم بالمفاوضات مع أندية أخرى؟ يعني نشوف اللي يظهر في السطح مثلا المقايضة مع يحيى مسلم مع فهد الجهاني، هل ممكن يكون في غير عبد العزيز المسلم قاعد يتفاوض مع أي أندية أخرى سواء الهلال أو غيره؟ والله ما أدري، أنا إذا كان في أنا ما أظن فيه، أنا مع المسؤولية الإدارة، هذا خاص في الإدارة النادي، ما أظن فيه شخص مكلف، لا أعطينا أحد خطاب أن يفاوض عنا أبدا، ما في شيء، إذا كان كذا فالإدارة هي التي تتحمل مسؤولية وتوقعه. أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة. على مستوى رئاسة النادي وإدارة أو مجلس الإدارة باقي لكم شهرين، وش اللي راح يصير في قادم الأيام؟ والله أنا ملتزم للاعبين النادي أمام رئيس أعضاء الشرف لهم مستحقات وكذا، إن شاء الله إذا سددتها ووفيت مع اللاعبين زي ما اللي وفوا اللاعبين وصاروا رجال وبقى النادي الحمد لله، في كل بعدها نشوف وضع النادي، إذا في إنسان إن شاء الله يكون من الرائدين إن شاء الله جدير وقادر ماليا يجي يستلم النادي مكاني. أنا سنها الحمد لله عديتها على يعني نجحنا الحمد لله مهمتي أنا وزملائي، نشوف إن شاء الله إذا في أحد إن شاء الله من الرائدين يجي إن شاء الله يتحمل المسؤولية. هل في ديون أبو طارق؟ أكيد الديون. كم تقريبا مبلغها؟ يعني قلت الديون يعني، بس ما أقدر أقول لك لأن في شكاوي لاعبين ومستحقات، حتى بعضهم لاعبين عندنا بالنادي، لكن والله ما يحضرني الرقم الآن. يعني ال 20-30 مليون في حجم أقل؟ لا 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 أقل. طيب يعطيك العافية أبو طارق، وإن شاء الله بالعافية مقدما، وشكرا لك. شكرا يا حبيبي، الله يعطيك العافية. كان معنا رئيس مجلس إدارة نادي الرائد الأستاذ عبد العزيز المسلم. غرفة 11 برعاية جوبنت وادي فاطمة، إحدى منتجات شركة خلفاء مجلي أحمد بن جلي المتحدة. غرفة 11 برعاية جوبنت وادي فاطمة، إحدى منتجات شركة خلفاء مجلي أحمد بن جلي المتحدة. استقبل أمير منطقة الرياض خالد بن بندر في مكتبه بقصر الحكم اليوم الاثنين الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني واللاعبين، وهنأهم على الفوز بكأس ولي العهد والدوري السعودي للمحترفين، وأكد سموه أهمية تمسك جميع الرياضيين بالعقيدة الإسلامية السمحة في جميع أمورهم والتحلي بالأخلاق الرياضية الحميدة التي تحث على التنافس الأخوي الشريف الذي يسهم في الرقي بالوسط الرياضي في وطننا الغالي، والتوفيق والنجاح لرفع راية المملكة في جميع المحافل الدولية. أقامت رابطة الدوري المحترفين السعودي حفل تكريم مبسط لجميع منسوبيها وموظفيها، وذلك تقديرا للجهد المبذول من جميع منسوبي الرابطة لإنجاح بطولة دوري عبد اللطيف جميل، والتي اختتمت مساء أمس الأحد في حفل أشاد به أغلب المتابعين.
وقال محمد النويسة الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين في كلمة وجهها لمنسوبي الرابطة: نجاح الرابطة هذا الموسم بسبب الجهود والتعب وروح العمل الواحدة التي تربط الجميع هنا. أنا فخور جدا بهذا الجيل الشاب الذي أثبت أنه أهلا للمسؤولية. اعتذر الحارس العماني علي الحبسي حارس مرمى فريق ويغان الإنجليزي حول سؤال مفاوضات نادي الهلال له، استدرد قائلا أن اللعب في الدوري السعودي شرف لأي لاعب. وقال الحبسي في تصريحات على قناة الكاس القطرية: عمري الآن 32 عام ولا زالت رحلتي الاحترافية طويلة، وأنا أمثل اللاعبين العرب في الدوري الإنجليزي، ومسألة العودة للدوري الخليجي لم يكن في حساباتي حاليا، وخصوصا بعد عودتي كحارس أساسي لويغان وتقديمي مباريات طيبة هناك، وأتمنى الدعم المتواصل حتى أستمر بقوة. اضطر البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ترك تدريبات ريال مدريد اليوم على ملعب سيجنال بارك قبل مواجهة بروسيا دورتموند الألماني غدا في إياب دور الثمانية في دوري الأبطال. ولم يلعب رونالدو في مباراة الفريق الأخيرة في الليغا السبت الماضي أمام ريال سوسيداد والتي انتهت لصالح الملكي برباعية نظيفة. وسبب ترك صاروخ ماديرا ميران اليوم بعد دقائق قليلة من بداية التمرين كان على وجهه تبدو ملامح الاستياء بعد أن كان يتناقش مع أحد فريق العلاج الطبيعي بخصوص ألام في الركبة. آخر أخبارنا في برنامج غرفة 11: ينتظر جمهور كرة القدم الأوروبية كتاب يتناول سيرة جوزيه مورينيو بعنوان الجانب المظلم من جوزيه مورينيو للكاتب الأسباني دييغو توريس، المتوقع طرحه بعد 3 أيام من الآن، حيث كان التقديم له كان بطريقة نارية فيها اتهام للاعبي ريال مدريد بالخيانة. وفي أحد العناوين: مورينيو للاعبي ريال أنتم خونة. هذه كانت آخر أخبارنا في برنامج غرفة 11، إن شاء الله نكون معكم في برنامج الجولة غدا من 6 حتى 7 مساء. سبحان الله على الخير. غرفة 11 برعاية